قارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور رحم الله أباه في جنة النعيم وبارك فيه وفي أخاه وهداهم إلى الصراط المستقيم واكتباه الله بآيات القرآن إلى روح الشيخ إبراهيم عباس نهدي هذه الكلمات فليتفضل مشكورا بآيات خير البريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وَالسَّلَامُ
السميع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ومن الليل فسبحه السجود يوم ينادي المنادي من يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة.